تعالي دلوقتي نروح لأخبار نبض ميت عقبة، والبداية هتكون من عند فوز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة في المباراة اللي جمعتهم على صالة الجزيرة ضمن مواجهات بطولة الدوري الممتاز. نجح فريق سلة الزمالك في الفوز على الجزيرة بنتيجة 85-78 في مباراة شهدت أداء جيد من لاعبي الزمالك. طبعا بيقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك كابتن أحمد مرعي كمدير فني. نروح للفريق الأول سيدات لكرة الطائرة وبنادي الزمالك واللي فاز على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3-0 باللقاء اللي جمعهم امبارح يوم الاثنين بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز. طبعا من المقرر أن يتوقف الفريق عن خوض مبارياته بالدور المقبل من البطولة لحين الانتهاء من امتحانات منتصف العام الدراسي. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق.